حتم حتم الواقع اللي وقعت اليوم هو على اساس بانه واحد السيد ساكن في الدار ساكن بوحده وحيد، فهذه السيمانه باش ما يبقاش بان للساكنه، والسكان اللي معاه في المنزل كلهم طار انتباه ديالهم بانه السيد ما كاينش، ولكن عطات شي رائحه اللي كتبين شي حاجه. لما علمنا السلطات جاو وفرعوا المحل ولقاو السيد ميت، بان ما عنده حد في عمره 82 سنه او 83 سنه، ما عنده حتى شي واحد، ما عنده حتى شي واحد اللي غادي يقوم به، وهذا مكان الله يرحمه. انا دا كنميز بين 3 ايام بين 4 ايام، هذا السيد مسكين ما عنده حتى شي حد اللي يقوم به، وما عنده حتى شي واحد اللي كان يطلع عليه، وهذا الانسان هذا كان بان لينا دابا 4 ايام ما بقاش بان لينا، حنا كندوزو من هنا فهمتي. ان الانسان هذا درويش لعمر دار، ولكن انا لله وانا لله راجعون، ولكن هذا الانسان ما كانش واحد اللي قايم به، ما كانش واحد اللي في الحضن ديالو، ما كانش واحد اللي غيساهموا ويعاونوا. ان لله وانا لله راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.